تطورات لافتة تلك التي تشهدها الساحة الداخلية في إسرائيل بعد مقتل 6 من الأسرى المحتجزين في غزة من جهة، ورفضاً لسياسات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المعرقلة لإبرام صفقة من جهة أخرى. ومع صبيحة 2 من أيلول الجاري توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بتل أبيب ضمن إضراب عام بدأه اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل، وشمل الإضراب أيضاً المدارس والجامعات والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة. وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية إنه يدرس تمديد الإضراب ليشمل يوم الثلاثاء 3 من أيلول، وسيشمل الاقتصاد الإسرائيلي بكامله، وهو ما لقي استجابة كبيرة وتأييداً حتى من كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في إسرائيل. وسبق هذا الإضراب مظاهرات حاشدة في تل أبيب ومدن عدة بينها القدس وحيفا للمطالبة بإعادة الأسرى، استخدمت فيها الشرطة القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين سدوا طريق أيلون الرئيسي في تل أبيب وأشعلوا النار في أجزاء منه. أما حجم هذه التظاهرات فقد وصفت بالأضخم منذ بدء الحرب على غزة، ووفقاً لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية نظم ما يصل إلى 500,000 شخص احتجاجات في القدس وتل أبيب ومدن أخرى للمطالبة باتفاق يعيد باقي المختطفين في قطاع غزة بعد مقتل ثلثهم بحسب السلطات الإسرائيلية. وفي القدس أغلق المحتجون الشوارع ونظموا احتجاجاً أمام منزل رئيس الوزراء، وأظهر مقطع مصور من الجو إغلاق المحتجين للطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وهم يلوحون بالأعلام وصور الأسرى القتلى. من جهته طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب الذي اعتبره بلا أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة بشأن قضايا تتعلق بأمن البلاد، وحذر من أن حدوث إضراب واسع سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضراراً اقتصادية في زمن الحرب. يأتي هذا بعدما انتشلت إسرائيل جثث 6 أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة، وقالت إنهم قتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم. تطورات على صعيد الجبهة الداخلية قد يكون لها تبعات كبيرة بعد إضراب الاثنين، وقد نشهد في الأيام المقبلة إجراءات أكثر بعد انضمام نقابات العمال إلى مطالب الشارع، وهو ما يلقي بثقله على الحكومة وداعميها من جهة وعلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على غزة بعد 7 من أكتوبر من جهة ثانية.